في جيش مصر ايام جهاد مصر التالي. العشرين الف دول عدد كبير قوي في وقتها، بس الناحيه الثانيه قلنا العدد الرهيب بتاع 330 امير بقياده الكونفدراليه بقياده امير قطش. هتعدي قلنا في ساتر ووراها صحراء صعب ومكشوفه. طيب كانش في طيارات طبعا في مصر القديمه. فجهاد مصر الثالث قاعد في مجلس حرب، عرفنا ان كان في مجلس حرب. وكان بيتكلم مع القوات بتوعه. انت عارف التفاصيل دي كلها ازاي يا بسام؟ هقول لك ان معركه مجدو، سمع بقى في الامتحان. امتحان علم المصريات بقى. ان معركه مجدو هي اول معركه في تاريخ البشر يتم شرحها تفصيليا في نص قديم. فكل المعلومات اللي انا هقولها لسيادتك دلوقتي دي مشروحه بالتفصيل. فهو قاعد مع القاده. احنا قلنا جهاد مصر الثالث انجز كام معركه عسكريه هو وجيش مصر العظيم؟ 17. نجيب بقى الفكره بتاعت ايه؟ هات لي كده جيش كده في وقتها بيعمل 17 معركه ورا بعض ويكسبهم كلهم. دي برضه عبقريه عسكريه في تاريخ مصر. طيب يا شباب، حان المومنت اوف تروث، لحظة الحقيقة. عندنا ثلاث طرق. عندنا طريق تناخ، وده يوصلنا الناحية الثانية لو عايزين نروح مجده. احنا قلنا هيعمل استباق، يعني هو اللي راح لهم. خلاص؟ وعندنا طريق جيفتي، وده برضه يوصلنا الناحية بتاعة مجده. وعندنا طريق عرونة ده. فاحنا اخده يا تناخ يا جيفتي. دول القادة. طيب ليه؟ قال لك لان تناخ وجيفتي ممهد. اما عرونة ففيه بعض المشاكل الجامة. ماله ممر عرونة؟ واحد وعي. وعي. ما تعرفش تمشي بيه في عجلة حربية. هتخش بالعجلة الحربية أول حاجة تحصل لك العجلة الحربية هتتكسر هتتحط. فهتضطر تعمل إيه يا جميل؟ هتضطر تفك العجلات الحربية بتاعت الجيش المصري كلها، تحطها زي الراجل العظيم اللي كان حاطط الماسورة ورا ظهره وهو طالع الصورة المشهورة ديت، اللي عرفنا بعد كده إن المدفع ده كاملا 305 كيلو. سألت في ناس تفهم في الادوات العسكريه، المدفع اللي انتم شايفين هذا الجندي المصري العظيم وهو بيتسلق الساتر الترابي على خط بارلاف، اللقطه المشهوره اللي على الفيس دي بالسهم الاحمر كده، هتلاقوا شايف منصوره فوق، ده جزء من مدفع سموه عديم الارتداد، ده 305 كيلو جرام كله على بعضه. هو كان شايل الماسوره، جزء من الماسوره. فده ما ينفعش. اتنين، اعرض مكان في ممر عرونة 10 متر. بمعنى ان سيادتك هتبقى راكب الحصان وفي اول عرونة مثلا هناك اهو خلاص ابقى اهالي بجد وخلاص شافوك هيحاربوك واحد واحد. عارف انت الافلام اللي هي الكرتون دي هتحارب مفيش حرب. فقال انا المحارب فارس في اول الصف وفارس في اخر الصف. هينفع يا عم الملك. ده الكلام ده في مناقشه شغاله ما بين القاده العسكريين بتوع جهاد مصر الثالث بتوع مصر الثالث وقاعدين في مجلس حرب على مستوى راقي جدا جدا. قال لهم طيب وايه تاني؟ قالوا له ممر عرونة سهل عليهم ان هم يعني لو واحد طلع كده وهيخلص. نفس فكره لما انا اهلي اخذوني بعد وقف اطلاق النار في 73 وانا كان عندي 11 سنه، لما رحت خط بارليف شفت حاجه في خط بارليف ان لو انت بتتسلق خط بارليف ده انا دخلته وانا عندي 11 سنه، بعد وقف اطلاق النار كانت لسه الطواقي بتاعت الصهاينه مرميه في الارض. بتلاقي الكتب بتاعتهم اللي بيقروا فيه عشان بيتسلوا محروقه كده بالجنب، انا فاكر المناظر دي مش هنساها. لو واحد وقف فوق خط بارليف وعطس
هتفقد توازن صعب جدا، غير انه ساتر ترابي، الا انه توازنك عليه من الصعوبه المكان ان انت تتسلق نيفر ماين انت شايل ايده ودماغك بقى كمان. السلالم الخشب اللي انتوا شايفينها دي والحاجات دي الزاويه بتاعته بتحدد فجو وصح رمله عماله تنزل بيها، وبعدين انت هتقع مش هتقعد هتقع ميه بقى ورا وحاجات كده بقى، ولو كان نابالم بقى لا. ف نفس القصه هناك، ممر عروبه ممر عروبه. قال لهم طيب بصوا بقى يا شباب، جهاد مثل التالت بقى كده، قال لهم احنا هنسلك ممر عرونا. احنا عاملين نقول ايه؟ وسوف نفاجئ العدو. مكان الوحيد اللي ما كنت مش مستنيانا منه، الاثنين التانيين واقفين لك عاملين كل استحراصاتهم. طب ما انا اخش له. طب والعجلات الحربيه؟ فك يا جدع، فك يا جدع، وشيل عجلات، كلمني عن الجند المصري، وشيل عجلات حربيه فوق ظهرك وامشي على ارض وعره. لو معاك خيول اخبارهم ايه؟ رجلك اخبارها ايه لغايه لما توصل الناحيه الثانيه؟ ايش اللي عمل؟ وايش اللي اتنت؟ وايش اللي وانا نازله السلامه عملت ايه؟ وايش عارف ايه؟ طول ما احنا اصابات المفروض تروح الناحيه الثانيه رايق. وبالفعل تقدم الجيش المصري بال 20,000 جندي عظام بتوعه على ممر عرونة وفاجأ العدو، فالعدو وقع في هايسون وبايسون. كويس كده؟ اه ما هي باللغة العربية كده. كويس؟ ماذا حدث؟ ارتد العدو وهرب إلى الحصن. ومكانه ايه؟ هنا اجري يا جدع كله بلغ فرار. ووصل طبعا حصل عملية هرج ومرج وسط الاعداء، المفاجأة ازالتهم، اتضربوا علقة جامدة، فقدوا الاتزان في ست سلقة، ما كانوش بقى عدد الساعات لسه اتحسب، واخد بالك؟ ودول بيقول لك النص، وكانوا يجروا امرائهم، كانوا يجروا امرائهم، كانوا يجروا من ملابسهم. النص القديم اهو، المنظر اهو، تعال جميل اللي كان واقف قائد فيلق ده ولا قائد جيش ده اتبهدل اخر بهدله العدو بايد المصريين، وتم حصار مجده حوالي 7 أشهر وخلاص ضعفوا ووهنوا، لان خلاص الميه بتخلص والاكل بيخلص وبتاع، فبدك تضعف. فدخل الجيش المصري خلص معركة مجده ليفوز الجيش المصري في معركة مجده. فكسات بقى، جمل فكسات عن معركة مجده. أول حاجة هتقول لي عنده خبرة بقى، راجل بقى حارب قبل كده بقى كذا حرب، ويعرف بقى يمشي بقى في الطرق بتاع أول حرب قادها جحيت مسي الثالث كانت مجده. قائد بالفطرة. أمال بعد كده أنت متخيل أول حرب يقودها كانت معركة مجدة وعمل كل اللي إحنا حكيناه ده؟ والله يا محمد أمال المعركة رقم 17 عمل إيه؟ بالخبرة بقى كمان. واحد، اثنين، كانت معركة مجدة شهور بعد أن اعتلى عرش مصر. إيه التحدي؟ يعني أنت أول ما بتاخد الحكم في تحديات كتيرة جدا بتقابلك جوه البلد في الأول. لازم تظبط احوالك الداخليه الاول، بعدين تروح بقى تحمي القصه بقى بره خالص، تطلع فوق بقى وتعمل الضربات الاستباقيه بتاعتك. لا خد بالك، جحت فاكس الثاني، خد بالك جحت مس الثالث جاي بعد مين؟ بعد حكم مين؟ بعد حكم حتشبسوت. لازم تذاكر دي كويس، لان حتشبسوت حكم من 18 الى 22 سنه حكم، اذا كان تميز بالهدوء، إذا كان تميز بالجمال والعصافير والغناء والأشجار الحنة والكلام ده كله اللي راحت جابته من بونتو ومش عارف إيه، أو بعد تمس بيهم بونتو بتاع، ولكنه لم يكن حكم بالقوة العسكرية المناسبة للمكان اللي أنت فيه، لأن أنت في مكان يجب أن دائما
تكشر عن انيابك دائما. ده اللي لازم تتعلمه من التاريخ. انت قدرك كمكان كموقع. تفكر استاذنا العظيم رحمه الله عليه دكتور جمال حمدان وصف مصر بعبقريه ايه؟ عبقريه المكان. ربنا سبحانه وتعالى اداك مكان عبقري. فلما يبقى معاك مكان عبقري يبقى مكان انت بتتوائم فيه مع البيئه بتاعت هذا الموقع. عشان كده لما جمال حمدان حللنا المشكله والسؤال اللي بنتساله تملي، انتوا عرب ولا مصريين ولا مصريين قدماء ولا فراعنه ولا افارقه ولا ايه بالظبط؟ بس كده اشكرك. وفي نفس الوقت قال لك خلاص فرعونيه هي بالجد، عربيه هي بالاب. انت مشكلتك في ايه؟ مفيش مشكله خالص. طبعا هو استخدم لفظ فرعونيه اللي احنا بعد كده ظبطنا، لكن عارفين هو بيعني ايه. فدي نبرة ثلاثة، ان انت لازم تعرف كويس قوي عندما تقود مصر انت بتقود ايه ومين اللي حواليك. حتشبسوت لما قادت ماشي، عايز تسميها ست حالمة، عايز تسميها سيدة، ممكن لم تهتم كثيرا بفكرة ان انت تروح تضرب الناس اللي بتتحضر لك من برة دي على بعد كيلومترات وكيلومترات منك. فكان لزاما سبحان الله، شوف يعني ازاي التاريخ بيتكتب، كان لزاما ان يجي لك شخصيه زي حكم الستالب ويكون قائد عسكري عبقري علشان يلحق الميزان قبل ما ايه ما مصر تبقى، ما بنقولش ضعيفه لكن بنقول بتبقى هاديه شويه في وقت المفروض ان انت ايه ما تبقاش حكمان. لا، انت المكان بتاعك ومصيرك بيخليك دائما وابدا alert، دائما وابدا انت على استعداد، انت في حاله استعداد قصوى 24 ساعه. هذا هو قدم مصر، انت مكانك مهم. طيب فاكس التالت، احنا قلنا في 16 معركه بعد كده كسبهم الجيش المصري العظيم في قياده او تحت قياده جهاد مصر التالت، 3400 سنه بعد معركه مجد. يدرس غازي بريطاني معركة مجدو ومع العبور بفممر عرونا ويهزم الأتراك في 1918 مستخدما خطة جهاد بسدد في ممر عرونا، وهو الغازي البريطاني الملعون ألمبي. احنا الليمبي اللي احنا بنسميه الليمبي، اتفقنا هو ألمبي وليس الليمبي، واتفقنا هو بالفور وليس بالفور. ممكن ملعين بس هننطق الاسم صح عشان خريج الالماني. ماشي يا شباب، وانا عند الاساتذه في كليه اداب من كام يوم بدي محاضره في جامعه القاهره، فوجئت كنت واقف انا اللي بشرح وبتشرف باثنين قدامي، اللواء جاد الكريم لواء طيار اركان حرب جاد الكريم واللواء طيار القفاص، والاثنين من ابطالنا في الطلعات الجويه، وبجانبهم رائد طيارة أباتشي شاب من الجنود المصريين العظام ضباط المصريين العظام بيسوق أو بيقود طائرة أباتشي هليكوبتر. يعني أنت واقف بتتكلم عن الجيش وتاريخ الجيش المصري أمام طلبة على أعلى مستوى من الاهتمام في التاريخ، تكاثر من الجامعة مهتمين جدا بالتاريخ ربنا يبارك للجميع، والثلاث أبطال اللي قاعدين كل واحد فيهم يكتب موسوعة عن بطولات مصر. مين من الدكاترة العظام اللي قاعدين؟ الدكتور فهم، وإذ به يطلق جملة إن خالد بن الوليد استخدم في ممر عرونة نفس الفكرة سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. بص عبقرية التاريخ عاملة إزاي. وفي نفس الوقت انا بقول واخد بالك احنا ما نعرفش كان خالد درس يعني ذاكر مجده، لكن القصد ان نفس فكره ان انا استخدم حاجه ما تبقاش التاني ايه متوقع،
طيب انا عايز اقول لك بس انت بتشرح الكلام ده يعني مثلا ناخده مثال سريع كده عشان خلاص. اللواء القفاص، اللواء القفاص حكى ليه وهو في ورقه كده يا جماعه للناس اللي تعرف طيارين العظام في الجيش، بيبقى في ورقه كده كل ما تطلع طلعه بيتكتب لك بالاحمر 6 اكتوبر، كتب لك بالاحمر انت عملت الطلعه بالاحمر. فقيل لي من لواء صديق هو طيار، قال لي بص يا استاذ بسام الورقه دي ممكن واحد طيار يشتغل في جيش يعيش ويموت ما يتحطلوش خط احمر. اللواء لانه ما عملش الطلعات ديت، ما مطرش الطلعات دي. اللواء القفاص الورقه بتاعته اللي ماسكها في ايده وراها لي، يعني اللواء اخذها منه كده قال لي بص كلها خطوط حمراء مليانه ما شاء الله، عقدهم عقد الصهاينه. فاللواء القفاص حكى لي على قصه هنهلكم بيها عشان تعرف بس في قصص كتير يعني كويس. انا شايف في حاجات كتير عايزين كمان، عايزين كمان، عايزين نعرف قصص كمان. اللواء القفاص في طلعاته الجويه كان مطلوب منه ان هو وزميله يضربوا اكبر مستودع ذخيره للصهاينه. الطيارات في التشكيلات لما بتطلع انتوا بتشوفوها بتبقى ايه؟ قريبه قوي قوي جنب بعض مفيش ثواني. فزميله ضرب المستودع فالمستودع انفجر، فالانفجار على ما يبدو بالهباب الاسود اللي طالع وكده مش عارفين بتاع، فراح مهبب الطياره الزجاج بتاع اللواء القفاص. فاللواء القفاص ما بقاش شيء. طبعا السرعه اللي انتم متوقعينها بقى بتاعت الطياره عامله ازاي بقى بتطير. ففي الحاله اللي زي دي انت هتعمل حاجه من الاثنين، يا اما ايجكت لان خلاص طالع هتقعد هتهبط، يا اما تبدا تعتمد على الاتجاهات بقى والناحيه الثانيه بقى بيقول لك خش شمال خش يمين بتاع ايه، او هتبقى خايف على زملائك ان انت تاذي ان الطياره تخبط او تعمل فالسير بيروح او حاجه كده. فكان اول من ضمن الحاجات اللي عملها ان هو راح باعت الرساله ابعدوا عني، ابعدوا عني دلوقتي ما تخش دعوه بيا، يا قالوا ابعدوا عني. فادي اول اثاره، اول اثاره. المهم ربنا اكرمه بدا يتلقى المعلومات، خش كذا خش يمين خش تحت فوق ايه فايه. فالمهم جاله امر قال له القائد بيقول لك اقفز، القائد قال لك بيقول لك اقفز، فقال له يعني مش عايز اقفز هو عايز يحتفظ بالطياره. لانه خد بالك طول ما انت عمال تكلم الابطال دول، لان انا جالي الشرف في خلال السنتين اللي فاتوا وانتوا فاكرين سيادة البطل محمد المصري لما كانت القاعة مكتظة يوم ما شرفنا من البحيرة في 6 اكتوبر هنا وكلمنا وصاد الدبابات انتوا عارفين، وكانت القاعة مكتظة انبسطت انبهرت عدد الناس اللي جاله وشرح لنا بالتفصيل. هتلاقيه بيقول نفس الكلمة، يعني البطل محمد المصري بيقول نفس الكلمة للأبطال تبقى بيقول لك ايه اللي معايا دي من فلوس المصريين، وشغلين بالهم جدا الابطال من ان هم ما ايه ان الصاروخ اللي طالع ده عشان يضرب الدبابه صاد الدبابات ده الصاروخ ما يفلتش ما يروحش يضرب في حته تانية لان ده مكلف كذا على المصريين. عندهم هذا الشعور بايه بضميرهم حي جدا. فمش عايز يسيب الطياره، طياره بكذا كذا مليون. فالمهم الراجل ما فيش مش شايف فيش رؤيه، اقفز اقفز امر اقفز ما بيقفز. نزل على المطار ادوا له ايه؟ قال لهم بس ادوني المعلومات والتعليمات وكده، ادوا له تعليمات ايه عبقري ربنا اكرمه نزل عمل لاندنج مظبوط. نزل متوقع بقى القائد خلاص حقيقة هياخد جيزه بقى. فبيقول بيقول لي انه لقى القائد بيحضره. وبيدوروا كده بيقول له بص، فكان أول مرة القفاص يشوف طيارته بقى هو جوه مش شايف الطيارة بره شكلها عامل ازاي. فقال لي لقى وجهة الطيارة بوجهة الجناحين سايحين. أول مرة تسمع عن طيارة سايحة من كتر الهبل اللي طلع عليها من المستوى. في طيار في الدنيا يعرف يعمل لاندنج بطيارة سايحة؟
اولا واخيرا طبعا احنا في اول محاضره قلنا ايه، قلنا ما هي ثقافه المحاضره، اسمها ثقافه الانتظار، رد الانتظار. ما هي ثقافه الانتظار دي؟ قبل ما يبقى واحد نمره واحد توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم يبقى جواك عندك اراده وثقافه ازاي تنتصر. وقلنا ان الانتصار ما يبقاش بس كمان بنتكلم على الجيش وعلى الانتصارات العظيمه، الانتصارات في حياتك عامه، ده احنا قلناه في اوائل في اول المحاضره. انا هنهي دلوقتي هذه القصه الجميله او القصص الجميله عن قطنة بجمله كتبها قائد مصري قديم اسمه احمس ابن ابانا، مش احمس المعروف ده، واحد تاني يعني. احمس ده كان عايز يحمد دلوقتي مثلا او فتحي او محمود او تاني. احمس ابن صخر الرع. لا سلام عليك، احمس ابن صخر الرع ده الثاني، ده اسمه احمس ابن ابانا، ده كان قائد عسكري رهيب. والراجل ده جميل قوي، عنده مقبره في الصعيد، كنت خدت مره السياح ورحنا زرناها ودرسناها. حاطط البيوجرافي بتاعه كله في المقبره، حاطط السيره الذاتيه بتاعته كلها في السي في بتاعه كلها في المقبره. انا كنت كذا وبقيت كذا وترقيت كذا وعملت كذا وبعدين قبضت على كذا وبعدين حطني بقيت قائد مركز كذا وبعدين عشان كنت عملت بطولات في الحرب الفلانيه مش عارف، عمال يحكي لنا قصص جميله، قصص حقيقيه. قال جمله لدرجه ان احنا حطيناها بالهيروغليفي، خدتها من مصدر وحطيناها في شهادات التقدير اللي اعطيناها للابطال يوميها في جامعه القاهره من كام يوم. فحوى الجمله اللي سمعها لنا يحمس ابن او يحمس ابن ابانا، ان ذكرى البطولات لن تمحى من على وجه الارض. هكذا المفروض يكون صفه البطوله، يعني من ضمن صفات البطوله ان انت تحرص انت وانت وانتي وهو وانا انها لا تمحى من على هذه الارض، ودي من ضمن وظائف التاريخ. يقول لك ايه فايده التاريخ؟ حصلت في الماضي، تسجيل، تذكير. ربنا سبحانه وتعالى ما بال سبحانه وتعالى ما بال القرون الاولى علمها عند مين؟ قال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب. لا يضل، الله يرحمك يا ابويا، بعد ما خلصت الكتاب كنا عملنا كتاب زمان كده وانا صغير اسمه نظريات متصدعه، حاط فيه نظريات الجديده. مفيش نسخه؟ وكان ده كان من منين؟ الواحد كان لسه كنت ايه؟ ده كان باين كان في الاسره 18 الكتاب ده كتبته. خلاص اسمه نظريات متصدعه. خلاص وكتاب اسمه ترميم التاريخ. بعد ما طبعناه والدي قال لي حط الايه دي في الكتاب. ما بال القرون الكتاب خلص. عمل ايه؟ نزل المطبعه وعمل ستيكرز. وحط ستيكرات على ستيكر على كل كتاب في الايه القرانيه دي. العلم عند الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى اول كلمه قالها لنا في القران ايه؟ اقرا. اقرا ارجوك اقرا واقرا واقرا. ومن ضمن ما تقرا اقرا التاريخ. وجملتي اللي بنهي بيها لكم بقى من المره دي، ابن بقى التاريخ ده، ألا تقرأوا تاريخكم لكي لا تعيدوا أخطاءكم.